أهلا وسهلا فيكي، شو الاسم؟ وأخيرا نوال سار. أهلا فيكي يا نوال، شو الأخبار؟ الحمد لله، نشكر الرب على كل شيء. كتر خيرنا. أنا بحب حماسك وبحب إيمانك وبحب اندفاعك، لأنك بتحسسيني بحالي. أنا مثلك هيك عصبية واندفاعية كتير وإيمانية بشكل رهيب، وما بسمح يعني بنزعج. شو بدي أقول لك، إذا حدا حكي كلمة هيك قدامي غلط، وخاصة عن الرب وعن الإيمان وعن يسوع. بس أنا عايشة حياة مزدوجة، أكيد ما بعرف إذا فعلا عايشة حياة قديه بحب الرب وعايشة للرب، وقديه بقلب بيتي ما في شيء من الرب. ليش؟ كيف؟ جوزي، أنا ما عندي ولاد. جوزي ما بحب، ملحد. ملحد، ما بالنسبة لإله. بس الواحد يموت خلص خلص، ما في شيء، لا عنده روح ولا نفس ولا في محاسبة ولا في دي ولا 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 شيء. صراع رهيب بيني وبينه إلي 20 سنة، وما زلت لحد اليوم يعني بصلي. انت هلا شايفتيني، ما بعرف اذا مبين شوي عليك انا عتمة، قاعدة. شوي عتمة، ايه عتمة الصورة شوي، بتمنى لو تشعلي هيك الضوء. ها، هلا ايه صار فيكي تمام، تشوفيني؟ ممتاز صار. ايه على طول قاعدة بأوضتي وبصلي بالسر، يعني بس هو اسمع حركة لإله بدي خبي الكتاب، ما بقدر صلي. طب يعني خليني أسألك كم سؤال لأفهم بسب الوضع. كثير. هو ملحد. الملحدين عادة في منهم نوعين، في نوع ملحد ما بيأمن بشيء ولكنه محترم، يعني أنت حرة شو بتعبدي، ما له علاقة فيك. هو الثاني وكل شيء تقول لك ليش كبرت هالقد القصة. بالصراحة أول ما تجوزت ما كان هيك، وأنا ما كنت ولدت بالولادة الجديدة قبل ما تجوزت. وأنا إلي 20 سنة مجوزة، بس كان عندي الإيمان والصلاة ومؤمنة لدرجة. بس كنت أروح على الكنيسة، وكان مثل ما تخلقنا ببيوتنا، أمي كانت قديسة. لكن هلا وعي جوزي ما بيصير يكفي، لهيك طبيعي. بقول لك انه انا صعب علي يكفي. اللي بدي اقول لك اياه انه هو جن جنونه، بس انا ولدت الولاده الجديده. اوكي، ايه طبعا طبعا، اي لأنه هو ما هون فيه الروح القدس، اي هون الروح بلش كل الساكن شيء. فيه رح يهيجه ضدك. بس انت لايف، رح يشوف هذا اللايف يا نوال. لا انا مسكره الاوضه، هلا كيف بده يشوفني؟ لا رح احكي على السر. انا لايف، انا طالعه لايف، انا يعني هلا في 419 مشاهده. اتس ايزي حدا يخبره له فوت شوف مرتك على انستا. طيب يلا، شفتي وقت اللي قديت رجيتك وقلت لك بحكيني، بدي احكيكي، بعثت لك مليون الف مساج. انا مو على طول بقدر رد على الرسائل، لانه في كتار، في بالالاف، وهون ما برد. طيب يلا، ما راح احكي، بتمنى عليك تحكيني على الخاص. اوكي احكيني اوكي اذا اوكي بتريد. تكرم باي عيني، ماشي، باي باي. باي. طيب انا رح اقول شيء عن زوجة، وعن معظم الازواج اللي ما بيحترموا ايمان زوجتهم بيكون في هذا بالبيت هالفروق الكبيرة. يعني هي قبلتك كملحد، هو الوضع الطبيعي انه يكون الانسان مؤمن بشيء. يعني نحن كبشر نتميز عن الحيوانات بالايمان، الحيوان ما عنده ايمان. اوكي، فمن الطبيعي نكون مؤمنين بامر معين بغض النظر عن هذا الامر اذا كان صح او غلط على اختلاف اديانه. زوجتك امنت باعظم ايمان بالعالم، الايمان اللي لا بيأذي حدا ولا بيسيء لحدا، الإيمان اللي بيقلها لتخضع نساؤكم للرجال، الإيمان اللي بيقلها الرجل رأس المرأة. يعني أنت المفروض تكون سعيد جدا إذا مرتك آمنت، لأنه بتخليها إيمانها بيخليها
تعيش معك، علما انه ما في اولاد يجمعوكم سوا، تلبي لك متطلباتك بالبيت، تصونك، ما تخونك، ما تزني، حتى بنظر ما تشتهي حدا تاني. فهالزواج اللي بينك وبينه مقدس هالقد لانه مؤمنه بالمسيح. لو ما انا مؤمنه بالمسيح كان ممكن شخص مثلك تطلقه، تخونه ببساطه، تعيش حياته بطرق ما بتليق لتنتقم من الحياة اللي عايشتها معك بهالطريقة. ولكن المفروض تكون ممنون، أنت ممتن. بس بعض الرجال شو ما كانت مرتهم، هن كونه بين إيديهم ما نن مبسوطين بيكونوا. في هذا البعض النمرود ما بيعرف يقدر نعمة ربنا، لينحرمه. يا صديقي، أنت حر تآمن أو تلحد. وحتى الكتاب قال عنك شيء حلو لك، قال الرجل غير المؤمن مقدس بالمرأة المؤمنة. يعني كون مرتك بتآمن فبيتك كله وانت تقدست بسببها. هلأ ما رح تخلص بسببها إلا إذا هي صلت كرمالك وربنا تعامل معك قبل ما تموت لحتى تخلص. في شغلة كمان مهمة للمحيطين فينا اللي ما بيأمنوا، لأنه هاي الأمر مكرر كتير بالمجتمعات، إنه يكون في شخص أخي ملحد، أختي ملحدة، بيكفروا، بيسبوا إلى آخره. بيجيني كتير رسائل من هذا النوع، ما إلكن علاقة فيهم، لحساب فردي فردي. يعني ما في شيء اسمه عائلة بيت فلان تروح على الجنة أو على جهنم، ما في شيء اسمه هيك. أتباع النبي الفلان يلا كله على ما في شيء اسمه هيك بالمسيحية. اوكي، فالخلاص فردي فردي لكل شخص لحاله. يعني وبيكونوا اخين، وربنا قال يوم الحساب تؤخذ الواحده وتترك الاخرى، ان هن مع بعض تنتين بيكونوا على السطوح، تؤخذ الواحده وتترك الاخرى، وهن عايشين مع بعض وحياتهم مع بعض، وحده امنت وحده لا. اوكي، لما بيكون عندي حدا بالعيلة مقرب هالقد قريب من الدرجة الأولى، بتصير الحياة صعبة شوي، ولكن بتزيد البركات أكثر، لأنك أنت عم تناضلي ببيتك، أنت عايشة حياة اضطهاد بقلب بيتك، فطوبى لإلك أو لإلك. وهذا شخص زوج أو زوجي أو شريك ما بدهم يآمنوا ملحدين، بيآمنوا إنه هن جدهم سعدان، يآمنوا صحتين على قلبهم، بيآمنوا انه هن من نسل قرود، يآمنوا ان شاء الله، يآمنوا انهم من نسل حمير كمان، بيآمنوا بالشي اللي بيستحقوه، بيآمنوا انه هن بعد الموت رح ياكلون الدود وخلص تتبخر هذا الكيان، اللي النفس اللي عاشت وعواطف ومشاعر وإيمان ودموع وأحلام وأماني وذكرى وقصص، رح تتبخر. يآمنوا يصطفلوا كما يؤمنون بيكون لألون. يعني نحن منحاول نقول له يا عدمي، أنا الملحدين بسميهم عدميين، عدمي لأنه هو رايح للعدم، ما بيأمن بشي بنوب. يعني اليوم أنت لما بدك تقول عني أنا عم أمن بشي باطل، هتعطيني المقابل. يعني أنا إيماني بخليني لما أمرض برجع بقول له يا أبي أنا مريضة تعبانة، بيقوم بيشفيني. هل عندك مقابل لهذا الأمر تقدمه لمرتك؟ لما بكون محتاجة مصاري، مديونة، بقول له يا أبي أنت قلت تقرض أمم ولا تقترض، يا أبي أنا مديونة، أنت بترضى لي إياها؟ بيقوم بيبعت لي من حيث أنا فعلا ما بعرف من وين. عندك بديل عنا بالعدمية اللي أنت فيها؟ لو أنت ومدامتك على نفس الإيمان ولليوم بعد هذا العمر كانت مدامتك بتحبل. أنا أؤمن باللي أعطى سارة بعمر 90 سنة طفل. نحن نؤمن بهذا الإله. فاللي ما بيصعب عليه أمر، عدم إيمانك خلى حياتك صعبة، لأنه بالإيمان كل ما تطلبونه مؤمنين تنالونه، هيك الوعد. وإذا بيكون عندكم إيمان مقدار حبة خردل هالقد بتنالوا. فنحن لما ما بتتحقق طلباتنا، إيماننا ما وصل لحبة الخردل، مو لأنه ما بده يستجيب ربنا. وكل شيء طلبته عن تجربة سابقة أنا وأشخاص بعرفهم بإيمان مطلق،
نلنا ولليوم ما فات الوقت. يعني أنا اليوم بدي أوجه رسالة، ما عرفنا اسمه لزوجة، بتمنى إذا حضرت الفيديو حدا خبرك عنه، بتمنى إنك تكون على قدر من الوعي والإنسانية وتاخذ كلامي كأخت أو حدا بهمه مصلحتك، ما تاخذنا أوه مرتي طلعت وحكيت، لا عادي كلنا بنطلع وبنحكي. أنا في عندي لايفات حكي فيها قصص شخصية بحياتي، أوكي، لأن هي بتفيد ناس كتار. فأنت اليوم عمرك المفروض من عمر مدامتك يكون حوالي فوق 50 سنة، فأنت مينيموم قضيت 50 سنة من عمرك عدمي، لا مؤمن ولا ديني ولا شيء، عايش لولا شيء وبلا سبب، ورح تموت بلا رجاء وبلا أمل وما استفدت شيء. وقربت على الخاتمة، يعني لأنه إلا إذا كنت أنت بتكرم، بتعرف تكرم أبوك وأمك، فوضع آخر ربنا وعد بيطول العمر حتى غير المؤمنين، بس ما معناتها إلك الملكوت. ولكن إذا كمان ما كنت بار بوالديك، فأنت شارفت يعني كم سنة كمان ما بنعرف قديه، ورح تقابل ربنا. فحاول حاول، كونك بتشغل عقلك كتير، شغل عقلك وقول أنا عشت 50 سنة مؤمن إنه لازم ما أؤمن، فبدي أجرب هال10 سنين الباقيانين من عمري آمن باللي عم يقولوا عنه، آمن بالرب يسوع المسيح، تشفى تشفى نفسيا وجسديا، آمن بالرب يسوع المسيح بيستحق. أنا ما عم بدعيك للإيمان بنبي إجا ومات، عم بدعيك بالإيمان برب الحياة، بمن قام من بين الأموات، باللي كان يقول لعازر هلما خارجا ويقوم من الموت، يقومك أنت كمان الميت اللي فيك يعيش، لترتاح أنت وترتاح مدامتك كمان بهالحياة اللي عايشينها مرة واحدة على الأرض، ما بتحرز يكون فيها هذا القدر من الخلافات.